مشاهدي قناة مرابطون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد. مؤخرا أثارت كلمات أو تصريحات كتبها وزير العدل والمالية باسمهما وباسم الشعب الموريتاني على حد قولهما جدلا واسعا على مستوى البرلمانيين وبعض الأوساط الأخرى تتعلق بتغييرات في الدستور الموريتاني، خاصة المواد المتعلقة بمأمورية رئيس الدولة المحلف حولها. وانضافت تصريحات حول ذلك للوزير الناطق باسم الحكومة إلى المشهد، على أي حال سنناقش هذا الموضوع مع السادة محمد محمود البكار كاتب صحفي، وأيضا المصطفى محمد محمود كاتب صحفي. أهلا بكم، أهلا بكم جميعا إلى وقاع المشهد. إذا كما هو معتاد يعني سنبدأ من اليمين. طب ما الذي قد يدفع وزير العدل والمالية أيضا والاقتصاد إلى الحديث عن تغيير دستوري في هذا التوقيت، خاصة أن مأمورية الرئيس ما شرفت بعده على الانتهاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي قد يدفعهم لا عدم احترامهم للشعب الموريتاني وعدم احترامهم لمسؤولياتهم القانونية ومسؤولياتهم الأخلاقية تجاه الشعب، هي مسألة الدستور. هذا يجب أنها تفهم بأنه هو المخرج الأساسي للأمة، ما هو الفرد ولا هو الجماعة ولا هو الأمة كاملة. وهذا المخرج اللي هو يسطر مثلا تجربة الأمة وأمالها وطموحاتها وكيف تصور الطريقة اللي تعيش بها وتعدل بها حياتها العامة. وبالتالي مسألته ما هي إلا مسألة وثيقة هكذا تنزرق. ولذلك احنا هذا الدستور اللي عندنا واللي بين يدينا دستور فيه 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 تراكم. الدستور الأول دستور الجمهورية الأولى لمعدل 20 يوليو 1991 معدل المرحوم مختار الداول المعالي معاه، داروا فيه مواد غير قابلة نهائيا للمس، وهي الحوزة الترابية والشكل الدولي اللي هو شكل جمهورية. ما يقدر يعدل الاستفتاء الموريتاني تعود مملكة، ولا يقدر يعدل الاستفتاء الموريتاني تطنص ترابها. وهذا كان الفصل الثامن على ما أعتقد المادة 54 تنص على هذا، لأن هذا ما يقدر يعدل أي تعديل. هذا التعديل أيضا نضاف له تعديل 1991 20 يوليو 1991. هذا أيضا التعديل ندار له نضاف في الفصل 11 المادة 99 ومراجعة الدستور، على أنه ما يقد إضافة لأن الحوزة الترابية ما يقد تنسمه وشكل الدولة ما يقد تنسمه، أيضا على أنه النظام الديمقراطي والتعددية السياسية لأنها أيضا محظور بأنها يعدل فيها تعديل دستوري وأنها ما تنطرح فيها أي إجراء لتعديل دستوري. انضافت له أيضا 2006 26 يونيو 2006 انضافت له هذه المادة المتعلقة بالمأمورية، مأمورية وعدلت مأمورية. ولماذا هذا كله؟ لماذا يعدل كلها وليد لحظة ذاك الساعة وليد المطالبة مطالبة المغرب الموريتانية وخوف الانجر من أجل حماية ذيك ساعة الدولة الموريتانية وكيانها. والآخر كان الحزب الحاكم، كان الحزب الواحد، وكان الناس بحاجة إلى تعددية سياسية. وهذا الآخر أيضا كانت الناس بحاجة إلى نقل التناوب، خلقت التعددية السياسية وكان التناوب موخري. إذا معناه أنه هذه ما هي مسألة لعبة أطفال، هذا عمل تراكمي تاريخي للأمة الموريتانية ومعدل، وكل مادة عندها خصوصية في دستورها. خصوصية في دستورها. طيب هذا واضح جدا سيد محمد محمود، سأعود إليك. نستقل إليك مصطفى. يعني استمعت لما قاله محمد محمود، لكني سأذهب بك إلى نقطة أخرى. وزير الناطق باسم الحكومة قال بأن الدستور ليس مقدسا، ليس وحيا ولا قرآن، ويمكن أن يغير اقتضت الحاجة. يعني ماذا أقصد بهذا الكلام برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لقناة المرابطون، شكرا لكم. في البداية دعني أعزي نفسي وأعزي الأمة الموريتانية في فقيد الوطن وفي فقيد الأمة الوزير الراحل محمد والخونة، تضمده الله بفسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله. طيب. اللهم أمين. طيب فيما يتعلق بالسؤال، دعني أولا أوضح بعض النقاط الجوهرية المهمة. نحن نتحدث عن الدساتير. الدساتير في العالم كله هي عرضة للمراجعة. الدساتير في العالم كله هي عرضة للمراجعة.
وأغلب هذه الدساتير من وضعها هم الشعوب. الشعوب هي التي تكتب الدساتير. عندما أقول صوتت معناها أنها قبلت الدساتير. لا هناك نسبة قبلت. ترفض يجب أن تبقى يعني المبدأ الاحتياط. المبدأ لأن الدستور ما هو أصل. الدستور هو قانون للدولة واللي صوت عليك في اللي قلنا هو الشعب. الآن كل هذه الضجة هل يمكن أن نسميه وثيقة شرف مثلا؟ يعني ميثاق شرف مثلا. ميثاق شرف لا الدستور أكبر ممكن يكون ميثاق شرف. أنا ماني قانوني لكن نعطيك رؤوس أقلام عن المواضيع أو عن المسائل اللي استفسرت عنها القانونيين وحتى الذين وضعوا الدستور أنفسهم في موريتانيا. لأن كما تتابع في العالم كله الدساتير كلها في العالم قابلة للمراجعة لأنها تتماشى مع تقدم الشعوب. تقدم الشعوب لأنك الدساتير أنت تلاحظ في العالم كلها يعني تتطور تتطور. هذا هو قصدي فيما يتعلق بقضية الدستور ومراجعة الدستور وتعديل الدستور. الآن هذه الضجة كلها حتى اللحظة أنا كإعلامي كصحفي وأنتم كذلك وزميل أحمد حمود العميد لم نسمع مصدر رسمي ولا وثيقة رسمية تحدثت عن تعديل الدستور أو النظر في الدستور. كل ما نتابعه الآن في هذا المشهد السياسي المخضرم هي محاسبة لنوايا. أعطيك مثال لنوايا لا أعطيك مثال. وزير الاقتصاد والمالية في البرلمان أنا كنت موجود تحت قبة البرلمان. الرجل تحدث بصفته رجل سياسي في البرلمان تحت قبة البرلمان. لا هو وزير يعني وفوقات عمل رسمية لا إدارة النادي صحيح إدارة صحيح لكن تحدث لم يأتي لي تحدث كسياسي. لا شفت ثم وزير عدل اسمح لي وزير العدل انا جايك عندما يتحدث اسمح لي حتى وزير العدل وما ادراك ما وزير العدل وهو مدعو البرلمان في يعني في وقت عمل وقت رسمي للعمل لم ياتي ليتحدث كسياسي. يعني السياسه لها منابرها ولها مقاماتها ولها اسمح لي حتى يعني تجد ما هو مسوغ بالنسبه لك يجعل وزير العدل في جمعية الوطنية مدعو في وقت عمل رسمي حتى يؤدي عملا لأنه استدعي ليتحدث في شؤون الدولة مع البرلمانيين وكذلك وزير المالية والاقتصاد. ما الذي يجعلهما يقحمان السياسة وآراءهم الشخصية في جلسة عمل؟ يعني ماذا قد نفهم من هذا؟ كيف تصور هذا التصرف؟ لا اسمح لي أوضح لك مسألة. أنا كنت موجود تحت قبة البرلمان وشاهد عيان على ما حدث. شاهد عيان بالصوت وبالصورة على ما حدث تحت قبة البرلمان. وبالتالي هو خرج إلى وسائل الإعلام وإلى المواقع الإلكترونية. أولا وزير الاقتصاد المالية لم يتحدث بشطر كلمة عن الدستور إنما تحدث عن أن هذه الأفكار وهذه البرامج وهذه المشاريع التي حملها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي تستحق مأمورية ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. وهنا يعني أن الذي سيأتي بعده قد يواصل المشروع هو مشروع دولة يعني كما تشاء. أنا لا أول أنا أسألك لا اسمح لي وهو أعاد الكرة مرة أخرى وقال أنا لا أتحدث عن الدستور أنا أتحدث عن قناعة الخاصة لأن المشاريع التي أنا هو تحت مشاريع وزير اقتصاد يعني ووزير اقتصاد ومالية ينفذ يعني مشاريع على أرض الواقع. هو تحدث عن قناعة الخاصة وزير عن قناعة الخاصة في وقت رسمي يأخذ عليه أجر من ميزانية الدولة ليعمل وليس ليقول رأي شخصية. شوف حنين يعني نفرق اسمح لي القضية نحن نريد أن تقنعنا بما هو مقبول يعني مناقشة منطقية وغير منطقية. أنا أقنعك بما حدث أنا أعطيك الصورة عن ما حدث ما حدث واضح أنت حاسب النوايا وهم يحاسبون النوايا ما هو مشكلة لكن أنا أعطيك ما حدث بأن لا وزير تحت قبة البرلمان تحدث عن كلمة الدستور أبداً حتى وزير العدل لم يتحدث عن الدستور وزير العدل لم يتحدث عن تغيير الدستور ولا عن تعديل الدستور ولكن قال ومن حقه من حق المعارضة أن تقول الرئيس والعبد العزيز يجب أن يرحل لأنه أفسد البلاد وأفسد العباد ومن حق لا هذا له الحق وهذا ليس له الحق. لا هذه ليست المشكلة لا 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 اسمح لا 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 اسمح لي لا من حق الوزير كشخص كمواطن لا 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 كمواطن يأخذ عليه راتب يتحدث بأمور شخصية في سياسة مرسومة حكومة عنده سياسة مرسومة من طرف رئيس الجمهورية منتخب عنده برنامج سياسي طبقه. من حق أعضاء الحكومة أن يدافعوا عن هذا البرنامج لكم من عام
يصلح أن ننفذ هذا البرنامج. طيب من حقهم أن يدافعوا عن تنفيذ برنامجهم على أرض الواقع. جيد. ولكن دعونا ودعوا الدستور بعيدا. رئيس الجمهورية سئل في المؤتمرات الصحفية قال أنا لن أجيب عن هذا السؤال. ممثلنا في اليونسكو تحدث بصراحة وقال رئيس الجمهورية لن يمس الدستور. ثم تحدث الناطق باسم الحكومة وقال الدستور ليس قرآنا ولا وحيا ويمكن أن نغيره. هل الدستور قرآن؟ هل الدستور قرآن؟ نعم. هل الدستور وحي؟ هو عهد القرآن. لا 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 علينا لا علينا أن نكون مهنيين. لا لا علينا أن نكون مهنيين. الدستور أقولها أنا لست وزيرا، أنا مواطن بسيط. أنا أقول بأن العهد قرآني. لا أنا أقول بأن العهد الدستور قرآني. إذا أراد الشعب إذا شوف أنت تعرف حي أكمل سأعود إليك. لا لا أكمل. تعرف أن 2006 تعرف أن المجلس الدستوري قال بأن المجلس الدستوري طرح رأي أعتقد 2009 قال بأن ما يسمى بالتشاور والوفاق الوطني للشعب الموريتاني أقوى من الدستور. هذا المجلس الدستوري، أنا لا أقول لك الوزير العدل ولا أقول لك وزير الاقتصاد، وإنما أقول لك المجلس الدستوري. وصلت الفكرة. أيوة. مصطفى سوى أنتقل إليك محمد محمود، يعني أنت استمعت إلى ما قاله مصطفى، أيضا استمعت إلى ما أشرنا إليه، يعني نحن كنا نريد أن نعرف ما هو المسوخ الذي يجعل وزيران في وقت عمل، ولا تنسى أن وقت العمل ليس وقتهما، هو وقت يأخذون عليه أجراً لأداء وليس لإبداء آرائهم الشخصية، يمكنهم أن في مهرجان أو أن يذهبوا سياسة هم أحرار في النهاية، لكن هذا وقت عمل وليس هناك ما يجعل. ثم إن البرامج الجيدة والمشاريع العملاقة هي للدولة يواصلها هذا الرئيس أو رئيس آخر، هي ستتواصل، يعني هو برنامج ليس بالضرورة مرتبط بشخص معين ولا يجب أساسا أن تتبدل بشخص معين، لكن نريد أن نعرف الآن. هذا يتضمن عدة ملاحظات مهمة الإشارة إليه. ملاحظة الأولى بعد قاع اللي بعد قاع عبد العزيز يستاهل له منظر ثالث ولا رابع شنو؟ إحنا ما كل يوم نصنتون. نعم نسمع دائما يتحدثون عن الطرق وعن الطرق والكهرباء رغم أن هذه من مقومات الدولة والإنتاج الإنجازات، لكن يتحدثون عن إنجازات. حتى كل يوم نصنتون فضاء قادي. وفضلت السعودية قادية وفضلت ليبيا قادية وفضلت والتراب قادية واستاد مقطوع منه شيء ومدرسة الشرطة مقطوع منها شيء وكل نهار يراقن ينشر العياط قران. إذن معناها ذي اللي ذي قبال قاع اللي الصحة خاسرة الصحة خاسرة والأمن ما هو خالق والمظاهرات أكثر من 500 مظاهرة من سعد الجراج مظاهرة واحتجاج واعتصام. إذن هذا اللي هو اللي ينطلب اللقاع هو إجاك المعد المأمورية الثالثة شنو؟ إذن هذا بعد قاع السؤال المطروح اللي يلا جيبوا وزير المالية اليوم العملة عائمة مثلا ولاحق أدنى مستويات لها وأزمة اقتصادية حقيقية وأزمة سياسية لها 5 سنوات من ساعة اللي جاء وفساد تعليم وفساد صحة وانفلات أمني هانتو. إذن هذا اللي هو سنين مراعيها متهاوية اللي جبرت موريتانيا الفترة اللي جبرت فيها موريتانيا 5 سنوات ولا 6 جبرتها من الوفرة بمجال المعادن ما نعرف ايش قاست اللي جبرت موريتانيا من المعونات ومن الأموال ما تظهر في الخزينة ما تظهر في اليوم والميزانية اليوم معدلة على الضرائب من الدرجة الأولى المواد الأساسية من الدرجة الأولى على مار وعلى البنزين وعلى هذا قاع اللي بعد يجعل قاع وزير هذا الوزراء يقول هذا شنو عن استحقاق. إذن المسألة الثانية السؤال الثاني المطروح اللي هو الفرق هذا الوزيرين في والله ثلاثة بينهم فرق. هذا قاع شاب صغير لوزير المالية وطموح وقد قاع يوصل على جثث الناس وشاب طموح قاع غير هذا كهل من القانون ويعرف معنى قيمة القانون لأن قيمة القانون الحقيقية تبدأ بحماية القانون وعلن القانون يعاقب على المساس به. إذن لماذا يوقف شن هي الدواعي اللي تجعله يوقف ويقول هذا وشن هي الدواعي وزير العدل وشن هو الدوافع اللي تجعله يتبجح ويجي مرة ثانية ويقول هالمرة الثانية هذا حد واضح الرواية يعلن هذه حملة طلقها محمد العبد العزيز منين اللي يسول في نواذيبه عن كانوا مترشح به اللي الجواب الصحيح اللي كان يلعو جواب شافي قاطع به اللي هو اللي حامي الدستور
وحامل مؤسسات وقوة الدستور وقيمته الحقيقية قابلها منه هو لأنه رئيس الدولة يعني. بس هو رئيس الدولة وبس يستمد شرعيته منها ويعرف أنه حالف في المادة 26-28 قدام 3 ملايين من أهل موريتانيا وحالف قدام العالم الآخر غير مكرهين ولا إذن منين يعود هذا؟ لماذا هذه الفقايع اللي ينفقع منين يسمع عن بعض الأمور الشخصية ما ينفقع منين يسمع رواية هو حالف دونها وهي مصيره الموريتاني وهي مصير التناوب هذه اللي هي انطرحت لان احنا مع وجعدنا الديمقراطيه غير ظل قاعدين على الكرسي ما بيحرك السبب اذا احنا اليوم هذا منين يرجع ولا عبد العزيز وعدل 3 مندات و4 نعود اللي وعدل هو لو فعل 3 سياخذ 4 و5 ما شاء الله يعني نعود اللي وعدل بلا قيمه ويعد التعديل الدستوري بلا قيمه طيب. اذا هاي النقطه الثانيه المهمه والاساسيه اللي معناها نحن في حمله قادها محمد عبد العزيز انطلاقا من وذيبه والوزاره تباعا ماشيين وبدأت للأسف الشديد مع مجموعة الوزراء سيد محمد محمود حتى أيضا سنفر طبعا مصطفى سوف نذهب إليك لكن ستوجه إليك بالسؤال لكن سوف نأخذ فاصل قصير فقط ثم نعود إن شاء الله. إذن مشاهدي قناة مرابطون أينما كنتم المشهد يتواصل فاصل ثم نواصل. أبو بكر والإمام لقناة المرابطون كنكوصة الداهي يعقوب قناة المرابطون منطقة العطب محمد فاول الشيخ قناة المرابطون الزويرع حفول السالك المرابطون مقاطعة قيرو محمد عبد الرحيم قناة المرابطون أمور محمد التدة قناة المرابطون واذيبو منطقة القميزة قرب الحدود الموريتانية شنقيط تام شقط مدينة النعمة جوجات مجددا مشاهدينا الكرام اينما كنتم عدنا والعود احمد ان شاء الله مع ضيفين الكريمين الكاتب الصحفي محمد محمود البكار وايضا مصطفى والمحمد محمود مجددا نرحب بكما والنقاش سيتواصل حول هذه يعني نريد ان ننتقل الى نقطه اخرى مهمه جدا ايضا يعني يجب ان نتحدث عنها وتوجه السؤال اليك سيد مصطفى يعني هذه التصريحات للوزراء يعني تلقفها نواب المعارضه وشغلتهم ما الذي يدفعهم إلى التحرك حيال تصريحات قال الناطق باسم الحكومة إنها مجرد رأي يعني عابر ليس إلا هذا ليس جديدا في القطب المعارض أن يستخدم دائما الأمور ليستخدمها في مصلحته وهذا من حقه لكن دعني أقول وأكرر وأعيدها مرات ومرات بأن ما تحدثتم عنه فيما يتعلق بالوزراء الثلاث لم يتطرقوا إلى كلمة دستور أبدا ولا إلى كلمة تعديل دستور أبدا والتعديل الدستور ومراجعة الدستور نحن كإعلاميين وأنت تعلم والعميد يعلم بأنها أول من تحدث عنها هو القطب المعارض خوفا كما يقولون من أن يبدأ النظام في تعديل الدستور أو مراجعة الدستور لم يتطرق وزير قبل التصريحات الأخيرة ولا أي من أعضاء الحكومة لمسألة لقضية الدستور أبدا لكن المعارضة كما تعلمون منذ بداية الفترة المأمورية الثانية وهم يتحدثون عن الدستور وعن تعديل الدستور وعن مراجعة الدستور وكأنهم يحاسبون النظام على نواياه فمثلا عندما يتحدث وزير الاقتصاد عن أن المشاريع وما أقيم به يستحق المزيد من الوقت أو يتحدث وزير العدل وكما ذكرتم هو محامي وقانوني ويعرف ما يقول علينا أن لا نرمي مثل
القامة القانونية مثل ولداد داه بهذا النوع من 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 الأقاويل. هو قالها ولا لا لا ولا نس ولا تحدث عن وأن لا تستخدمه لا لا ولم يقل لا هو نهارا جهارا هو اسمح لي حتى اسمح هو لي نفسه لي لا لا يعني هو تحدث عن وجهة نظر شخصية انطلاقا من ممارسة عمله وليس عن الدستور ولا عن تعديل الدستور ولا عن أمور تتعلق بالدستور. الرجل عمله هو يعلم وزيرا للعدل وليس الرجل يعلم اكثر منا جميعا عن السياسه. الرجل كما تعلم زميلي يعلم اكثر منا جميعا ومن ويعلم ما يقول ويفهم ما يقول. يفترض هذا ما يفترض. لا لا هو انا ما يفترض لا انت احكم ونحن نقول هذا ما يفترض. انا لا اعامل على النوايا، انا اعامل على الاعمال. من خلال عمله ومزاوله عمله في 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 في, في المحاماه، والشعب الموريتاني يشهد على ذلك ان الرجل يعرف ويدري ما يقول، ليس كالآخرين وإنما تحدث تحت قبة البرلمان عن وجهة نظره الشخصية وعن الأمور المكلف بها من الناحية السياسية. هو لم يأتي للبرلمان كمحامي، هو لم يأتي للبرلمان كحقوقي، البرلمان كوزير للعدل، ومن حق لا ومن حقه أن يتحدث عن ما يراه وعن فرضياته الشخصية. لا هو لم يتحدث عن الدستور. هو وزير العدل، العدل ليس في مجال الفرضيات. لا لا فهمي، هو لم يتحدث يعني عن الدستور. يقتضي أن لا يكون صاحب واحدة سياسية. اسمح لي الرجل. لولا بوزير العدل لا يكون سياسيا. لا لا الرجل هي قضية كاملة دائما الأمور تدار سياسية. لا لا وزارة سياسية وهي يعني كل شيء في البلد. صحيح صحيح. ما أدراك ما العدالة يا سيدي. ولكانت ما هي كل شيء ما تنقاله هو به للرجل في مكانه المناسب. طيب اسمح لي اسمح لي شوي اسمح لي شوي حتى نكمل الفكرة. شوف الرجل ما تحدث عن الدستور، تحدث عن مشروع سياسي يدور له مزيد من الوقت. هذا واضح. فهمتني؟ انت ذهبت بعيدا عن نواب المعارضة واكتفيت بأن تقول بأن لا لا نواب المعارضة لا نواب المعارضة شو نواب المعارضة معروف شت المعارضة أن من ظالمة من حقها أنها تقول إذا أن الوزراء قائمين بحملة للدستور، ومن حقها تقول أعضاء الحكومة كيقير نحن يعني أنا كصحفي ما لم تعامل مع نوايا أعضاء الحكومة. انا حتى الان سيدي ما في اسمح لي اسمح لي حتى ما حصل اسمح لي حتى الان ما في رد مكتوب رسمي. شوف احنا انت نعالج المواضيع يا رب نعالج المهنيه ومصداقيه بالضبط بعيد بعيد عن الموالاه ولا المعارضه بعيد عن القضايا الشخصيه. للان كل ما يدار الان وما يحكى وما يثار على الساحه ما فيش ملموس. قول لي شنو معنى ذلك عندك ملموس؟ شنو ما فيش ملموس؟ ما في وثيقه رسمية من الرئاسة أن يجب تعديل الدستور. في تصريحات موثقة بكاميراتنا وأجهزة تسجيلنا للصوت وبالصور كاميراتنا الحمد لله عندنا مسجلين. أنا شاهد أنا صاحبي ونحن أيضا لدينا يعني هذا ما أقوله لك هو يعني. ما تحدثوا عن الدستور نعود إلى هذا. هم إحنا هون حاكموا النوايا اسمح لنا ناقشوا نواياهم هم لا لا شوف القانون شوف القانون ما يعاقب على النوايا والديانات ما تعاقب على النوايا. كيف نحن نعاقب على النوايا؟ إذن نسألوا هذا هذا طيب هذا واضح الفكرة واضحة طبعا واضح الفكرة واضحة جدا. نحن لا نتحدث عن النوايا وغير معنيين بها، نتحدث فقط عن تصريحات قيلت أو تلميحات حتى بشكل واضح. يعني عندما نقول هذا الرئيس يجب أن يأخذ مأمورية ثالثة هذا يعني غير المادة من الدستور كذا يعني ما في داعي للعب يعني هذا واضح. ما معنى أن تأخذ المأمورية إذا تستحق عليها؟ طيب يعني نحن نعرف بالمقابل سيدي أن النواب الأغلبية استغلوا أيضا هم الفرصة وبدأوا تشجيع الفكرة مما زاد طيلة بلة، وبدأوا الحديث حول كون الدستور ليس وحيا ويمكن تغييره إذا اقتضت الحاجة يعني، وبدأوا يدافعون حتى عن فكرة وأنها صائبة وأنهم كلهم يشجعونها. إذن هذا يعني وكان تصريحات الوزيرين وكانها مش ما تكون بإقامة ثورة في البرلمان يعني وضجة واستقطاب وكانها دعاية. هذا ما بتبدو عليه الصورة عمليا سواء قبلنا أو لم نقبل هذا ما حصل. نريد أن نفهم ماذا نفهمه من هذا التصرف من النواب وحيال هذا هذا هذا. شوف أولا أن الزميل يكرر دائما أنه نوايا هو هي 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 النوايا نوايا لما حد ما تخرجت غنين تخرج العلن ماتت نوايا عادة عمل ولا عادة كلام ولا عادة وزير العدل قال لأنه هو لأنه مرجع في القانون في موريتانيا وأنه رجل مناسب في المكان المناسب ولأنه يدور زيادة مأمورية لأنه بالنسبة له هو يلود الأصلاح الموريتاني. شين قاله في الفقه خالق شين قاله جلب المصالح ودرء المفاسد
وهو يختار كينو جلب المصالح الموريتانية. هو القاعده هذا نظرته خارجه انا لا اتقطع يقول عن درء المفاسد او لا حنين حنين هاي نظرته يعني نظرته مخالفه لنظره الشرع اذا حنين حنين او لا من جلب المصالح عكس القاعده معناه عكس الشرع اذا هذا قاله وهذا قاله ومعناها وطالب فيه تجديد المأمورية المحمد عبد العزيز. شوف أولا هذا ما يقول وزير عدل. وزير عدل قاع مثلا متألق حتى وزارته صالحة حتى ولا تحبس الناس الحبس التحفظي ولا ملي تنحبس حبس الكراه ولا ينطلصوا فيها الناس اللي متابعين في أخبار المخدرات لا عدا فيها اسم شيء. قاع مسيطر حتى على وزارته هالشيء ما يقول هذا في الأحرى قام مسيطر على وزارته ويتلفت على الشعب الموريتاني تجربته وماضيه وماضيه المرير يدور يتفاصل معه ويدور يبني نظام ديمقراطي يخلق له نوع من فرصة للتطور فرصة يوقفه ويقول هذا ويقول هذا ملي من إجلاش من أجل الرئيس هو نفسه يعرى لأنه ما هو عاطي استقلاليته ولا هو عاطي صلاحياته ولا هو عاطيها لأي حد ويتدخل حتى في تعداد الجوازات السفر ما بقى شيء ما يتدخل فيه موريتانيا ولا هو عاطي أي فرصة للدولة اللي هي البنية واللي هي الجهاز. طيب حتى نغص كثيرا في هذا الوقت القصير إذن هذا الجانب وبالتالي هذا حد يقول يقدر يعود لا مرجعية في التسلف ما يقدر يعود مرجعية في القانون لا يقدر يعود مرجعية في هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هذا النواب هذا اللي قال ما خلق أغلبية في موريتانيا خارج مجموعة تابعة خاضعة وهو ذيك ساعة أن نعرض عليه في مؤتمرهم ذيك ساعة عرض عليه رئيس الحزب أنه يوسعوا الناس كاملة جايتهم أنهم يوسعوا هذا 120 قالت الناس أنه قالوا كان فيك 90 منافقي معناه أنه ما فهم مدى يشاور معها ولا فهم مدى مطروح له بليدة وبالتالي مجموعة من التابعين الخاضعين اللي يقولوا ما يعرفوا حجمه ولا يعرفوا مدى خسارته الموريتاني وللشعب الموريتاني والدولة الموريتانية وللتراكم اللي نملك دقيقتان فقط نحاول أن نستثمرهما في سؤال سريع نوزع يعني الفريقان سيد مصطفى الفريقان نواب المعارضة ونظرائهم أيضا في الأغلبية هل يبدون لك على أنهم مجرد راكبي أمواج لشيء لم يحصل بعد وبالتالي قد يتسبب ذلك في إجهاض الحوار أو لماذا برأيك هذه الضجة وفي دقيقة سيد دقيقة واحدة فقط في دقيقة واحدة أولا أنا شخصيا أرفع قبعتي لكل من انتخبه الشعب الموريتاني ووضعه تحت قبة البرلمان لا يمكنني أن أصفه بأوصاف لا تليق بالشعب الموريتاني قبل أن يكون هو طيب برلمان أحترمه وأقدره فقط للسؤال للإجابة هل تعتبر أن النواب من الطرفين برد ودي فعلهم هذه أنهم يركبون موجة من أجل إجهاض الحوار يعني في جملة أو جملتين لا في اعتقادي لا ولكن لماذا؟ لأن الحوار مسألة أخرى لا أحد في موريتانيا إلا ويتبنى فكرة الحوار هذا ما ينقص فقط هو أن تتصافى القلوب وأن يخفض كل جناح وأن يتنازل كل جناح من أجل المصلحة العامة لموريتانيا إذا كان الهدف هو موريتانيا نعطي نصف دقيقة للأستاذ محمد البكار شوف بالنسبة للحوار الحوار ما هو خالق والسبب محمد عبد العزيز يعدل الحمل يقود الحمل هو يقودها ويمشي فيها الوزراء ويمشي فيها النواب نتيجة لأنه الحوار ما هو هام ولا يريد الحوار هذا الحوار هو اللي قد يخلص موريتانيا من ذا النوع من الحالات إذا محمد عبد العزيز أصلا بداية الحوار طارحه لمصلحته الشخصية ولا يريد فيه أمور تتعلق موريتانيا وتنمية هذا المسائل ده هو لذلك لا يريد الحوار هو واستعاض عن الحوار بهذا الصبح دور تقوم الناس ترصف وتقول انها تختير شو يعود يعدل لك اللي دورته ما بالحوار وهذا فات اعلن عنه لانه هو يعد الحوار مع الشعب طيب شكرا جزيلا لك اذا شكرا لضيفي العزيزين محمد محمود البكار الكاتب الصحفي المعروف والمصطفى محمد محمود ايضا وهو كاتب صحفي معروف لديكم جميعا مشاهدينا الكرام اينما كنتم بهذا ناتي على ختام حلقه اليوم من برنامج المشهد نتمنى ان تكونوا قد استفدتم ثم استمتعتم بعد ذلك شكرا لحسن المتابعه السلام عليكم